السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم مع بعض عن عرض من عروض شركة رنين على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. عروض رنين من الخميس إلى السبت. إن شاء الله الحلقة تنال إعجابكم. يلا بنبدأ حلقتنا على بركة الله. بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ونستعرض مع بعض أجهزة النهاردة مع أول عرض في جهاز النهاردة. دي بعض الريفيوهات اللي احنا عملناها في القناة على الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. هتلاقوا ان شاء الله في صندوق الوصف الفيديوهات، وهتلاقي قوائم بكل انواع الأجهزة. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم حلقة النهاردة. لو اول مرة تشاهدونا ياريت تشرفونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل وعمل اعجاب للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد عن الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية. والاشتراك في قناة الواتساب والتليجرام هتلاقوهم برضو موجودين في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعة الجميلة ديت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.